أطلق برنامج ملاك خدمة تحديث الصكوك التي تهدف لتصحيح أوضاع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة وإصدار صكوك إلكترونية حديثة، وذلك ضمن سلسلة من الخدمات التي أطلقها البرنامج مؤخرا. وأوضح البرنامج أن خدمة تحديث الصكوك تمكن أصحاب الصكوك القديمة للوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من التسجيل في البوابة الإلكترونية وإنشاء جمعية ملاك وتصحيح أوضاعهم وتوضيح نسبة التملك من الأجزاء المشتركة.